السلام عليكم. الإخوة، صراحة للأسف الشديد عرفنا شيء المسؤولين خير كيفاش الدعوة ديالهم، والله ما عرفتو. دابا الإنارة العمومية مشغولة ليل ونهار أكثر من 15 يوم، وهادشي هذا راه جزء منه كيخلصوه المواطنين جيوبهم. ودابا راه مقصحين كتار زمان كورونا والحجر الصحي، هذا ما عنده تما ياكل. وشوفها الإنارة العمومية ما مسوقين شي كثر من 15 يوم، شحال الشباب يوم يعملوا التدوينات، يوم بيصوروا ويكتبوا ويحطوا في الفيسبوك. و قد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا البيت اللي كنستحضروا دابا نقدر نقولوا في هذا السياق هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استهتار ما بعده استهتار. ايوا فضل الله يوصلوا هذا الفيديو المسؤول اللي يتصرف اللي يقدر يتدخل يدار مع هاد الناس، يطلع الصباح يطفيو الضو، راه هادشي هذا حرام، والله العظيم حرام بالله.